أكيد ما زلنا مستمرين معكم في حلقة اليوم من صباحاتنا السودانية. هنطلع مع بعض واحدة من الفقرات جدا جميلة، هي فقرة أفكار للإيجار. دائما في أي بيت بتكون في حاجة بتسمى بالكراكيب، يعني الحاجة تكون قاعدة في مكان أو في مخزن أو كذا. فرأيكم شنو لو إحنا قمنا استغلينا الحاجات دي، فتحنا مخزننا ده وفتحنا الأدراج اللي بتكون فيها حاجات مليانة ما معروف هي عايزينها لشنو، مستفيدين منها لشنو، ونرجع نعملها إعادة حق التدوير بأسلوب جدا بسيط. تعالوا نشوف مع بعض معلومات ونتشاركها بأسلوب جميل. الليلة هنعمل حاجة سهلة أي إنسان ممكن يعملها، حاجات بسيطة جدا وفي نفس الوقت بتغير لي من شكل الحاجة اللي أنا هعملها تغيير توتالي. الليلة أنا حبيت أشتغل على الديزاين القديم، الحياة العربية، في ناس بيحبوا الحاجات دي. هشتغل على كبابي بتاعت شاي زي ما شايفينها سادة، وهشتغل على طاجن بتاع جرادل أنا حبيت أعمله للمكسرات للتسالي. عندي براد وعندي طاجن تاني بتاع الشاي برضو سادة، قزاز سادة. ديل سعرهم بيكون في السوق، الحياة اللي بتكون سادة ما مشغولة بيكون سعر السعر بتاعها في متناول الجميع. أول ما أنا أدخل فيها حاجة شغل يدوي أو أرسم عليها أو أي حاجة قيمتها بتختلف تماما. نيجي نشوف الليلة كيف هنعمل حاجات ظريفة وسيم ظريف عربي بكوست قليل. هستخدم مسدس بتاع شمع ومقص، وعندي ركامات انا حبيت اختار الشكل السين بتاع الحاجات القديمة. هنا شوية اشكال هندية على العربية، يعني حاجات متنوعة عندي هنا. الاشكال دي بتدي لي فخامة من الحاجات بتاعتي. نبدأ اول حاجة بالجرادل. عندي جرادل طلس سادة، بختار الالوان اللي انا عايزاها، اي زول يختار الالوان بحبها. هاجي اختار ركامتي معاها، شغله بسيط جدا. اخذ جلوف الاول واجيب بدايه الركامه وتعالي اجيب كميه كويسه وهمشي عليها. أكرر نفس الخطوة بالجانب الثاني، بكون أنا بعمل الجلو وبكون بشيد على الركامة عشان تطلع لي مشدودة. خدت هنا شوية، شفتوا خطوات سهلة جدا غيرت لي الشكل بتاعي تماما. نجي للحاجة اللي بعدها، هشتغل على الكباب بتاعت الشاي. عندي كباب شاي سادة، هقوم اشتغل عليها بالركامة الثانية، الركامة دي. لو ناس حابين الشغل يكون كتير هعمل الركامة تكون بالشكل ده عريضة، لو في ناس تانية حابة شغل خفيف ممكن استخدم الركامة الخفيف. انا حابة اشتغل بالشكل العريض. في الاول هشوف المقاس بتاع الكوباية بتاعي كده، وهقطع مرة واحدة كل المقاسات عشان يبقى لي الشغل سهل. يعني أنا عندي 4 كبابي، المفروض أقطع 4 أجزاء من الركامة، شيل عشان كلهم يكونوا مقدر بعض. زي ما شايفين حاجة بسيطة جدا، حتى ما أخذت مننا زمن. في نفس الوقت هتشوفوا الاختلاف في الشكل بتاع الطقم بعد ما خلص. جيب الكوباية حط فيها جلو هنا، ممكن مرة واحدة اعملها في النص، مجرد ما انا همشي بزر فيها. لازم اخلي جزء باقي عشان ما يكون لي ظاهر. هاجي هكفي اضغط عليه مدة دقيقتين بس عشان يكون ثابت معي. ده الشكل، شكل الكوباية الأول. عندي هنا الغطاء بتاعي ده برضه هشتغل عليه. الغطاء أنا حابة أعمله كبير،
عشان هو حجمه طويل بيستحمل ان انا اعمل فيه حاجه كبيره. قص المقاس وهقص زي ما عملت قبل. همسك هاخد جلو وابدا ادور معاي. خد تاني جلو هنا. يا جماعه الحاجات دي بسيطه جدا ممكن اي زول يعملها، حتى ممكن اعلم البنات الصغار يتسلوا بيها وقت فراغ بتاعهم، حاجه مفيده وبتنمي مهاراتهم. ده كده بقى عند الغطاء جاهز. نشتغل على البراد. انا عايزه حاجه بسيطه فيه فهشتغل لاين واحد. هنا نجيب اللاين الخفيف ونشتغل عليه. برضه هاخد المقاس بتاعي وهقطع. شايفين يا جماعه الحاجات دي كلها بسيطه بسيطه شديد. نجيب هنا حوالين الدايره كلها. والحلو انه لو انا سهقت منه عايزه اغير ممكن بعد شهر بعد شهرين بيتفك عادي، واغير اجيب ركامه ثانيه، اجيب شكل جديد، اي حاجه انا حابه اغير بيها لو انا سهقت من حاجه عندي. هتظهر لك كانه انا جايبه طقم جديد. هنا من هنا نجي اشوف هنا الطقم بتاعي بقى شكله كيف. شوفوا اتغير تماما، يعني من حاجه فاضيه لحاجه عندها قيمه عندها طعم، حاجه رهيبه. اتمنى انكم كلكم تجربوا تنفذوا الحاجات. وعندي هنا ده طقم برضو انا استخدمت بس ركامه زي ما هي واحده هنا وعملت معاها فنجان كوبايه بتاعت شاي واحده. ناس اللي بحبوا يشربوا الشاي الصباح شكلها جميل. عندي هنا الكبابي دي ممكن اشتغل فيها حاجه مختلفه، ما اعمل كلها للناس اللي ما بحبوا الحاجات الكتيره. انا زي ما قلت لكم فرغت من الركامه دي، فرغت منها الاشكال الصغيره. كل اللي عايز اعمله هحط فيها جلو وهجي خلاص تيجي بالشكل ده. يعني جايين تتخيلوا منظر كوبايه كده وكده، اكيد فرق ظريف وبحاجه بسيطه وما مكلفه. كده بقى معاي شكل طقم مختلف تماما، شكل جميل جذاب حلو. حاجه حقيقي انا براي ما في زول عامل زيها. اتمنى ان تكون الحلقه اللي عجبتكم ونالت رضاكم، وهي حاجه بسيطه شيء اتمنى انكم تنفذوها باي شكل من الاشكال، باي نوع من الرقمات او ممكن باللولي بالكريستال، وتبعتوها لي على الصفحه بتاعت البرنامج.